بالحق هناك كاين خلينا نقولوا نوع سياقان اذا جاز التعبير. كاين السياق الاول دي مدى متوسط، ان المحامون منذ 2020 كانت هناك تحركات نضالات من اجل مجموعه من المطالب، سواء ما تعلق منها بالملف الضريبي، ما تعلق منها بمشاركته الفعليه في التشريعات، الا انه لوحظ ان الوزاره الوصيه لم تلتزم كما سبق وان وعدت الجمعيات المحامين بما يعرف بالمقاربه التشاركيه، يعني ان المهنيين المعنيين تعطاهم الكلمه من اجل تقديم مقترحات في القوانين كتمس عملهم اليومي. الا ان لاحظنا ان الوزاره الوصيه يعني قدمت مشروع قانون المسيره المدنيه وتصدق عليه المجلس الحكومي واحيل على المجلس النوابي المصادقه واستصدق عليه في زمن قياسي، علما ان هذا المشروع يتضمن مجموعه من يعني مساس بحقوق المواطن الاساسيه كالحق في المساواه النص عليه الفصل السادس من الدستور، بحيث ان مثلا الحق في الطعن بالاستئناف ما يعني لا يخول لمن يتنازع عن قضيه اقل من 30 ألف درهم مثلا. بمعنى اخر ان هناك في هذا 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 مشروع قانون دي نفس طبقي واضح. كذلك كاين هناك ملفات اخرى مهمه، هنا لابد من نوضح بان الجمعيه لهيئه المحامين هي الناطق الرسمي باسم المحامين، نحن كنتكلموا فقط كقطاع ديال المحامين حزامي الحزب الاشتراكي الموحد. اذا بالاضافه لهذه النقطه كاين ملف ضريبي، كاين ايضا تقليص مجال عمل المحامي بحيث ان يفرض على المهنه استيعاب البطاله ديال خريجي كليه الحقوق، ولكن في المقابل لا يعمل على توسيع مجال عمل المحامين، بل كنشوف بل ان عمليا بحال مثلا خدينا مشروع المسطره المدنيه اللي صدق عليه امام النواب، فهو موضوع يؤدي الى تقليص مجال عمل المحامين. شنو الاهداف اللي ممكن تضيف هذه التنسيقيه هذه في اطار النضالات ديالها؟ اولا واضح بان تعديلات القانون او الهجوم التشريعي كان هو عنده خلفيه حزبيه واضحه، الامر يتعلق بالحكومه. وطبعا السياسه الحكوميه خصها تتواجه ايضا بمنطق حزبي، وخاصة الأحزاب التي لا تشترك مع الحكومة في الخلفية لا في الرؤية السياسية ولا في الرؤية الإيديولوجية. أن الحكومة غارقة في تصور نيوليبرالي وكتفرض على الـ على الـ على القطاع باش يمتص أزمات، وهذا كيقتضي أننا يعني نواجه هذه المشاريع بخلفية حزبية واضحة تمتحهم من منظور يعني ديمقراطي اشتراكي.